هادي بيطلع لبرا ست ثواني خطفت الكرة سلمى. سلمى لسه وبصت على الساعة. حلوة أوي يا قلبي على سلمى خضر جمالها. بص اللعبة دي، لا يا ريت معلش أحمد القاضي لازم تبقى سامعني، يا ريت اللعبة دي من الأول كده وإحنا بنشرح. هوريك سلمى وهي بتعمل الكروس أوفر بصت للطايم إزاي. يا ريت يا ريت. ايوه بص الكره اتخطفت ازاي. بص دي بقى، سيبك من دي، سيبك دي. بص بصت اهي اهي، لقطت الباسكت عدت من دريبلايه سلميه بعيده المدى بمزر شوت. سلمى خضر كنزي ابراهيم، تمريره حلوه قوي. يا سلام على الفيك، يا سلام على الفيك، يا سلام على الفيك. يا سلمى خلصت نفسها وحررت نفسها من المدافعين وحطت كره جوه الباسكت. يستدعي هذا الكلام تايم اوت، ودينا بنشوفها في الاعاده. فاسد سلمى، سلمى تمرر الكره انتهى الهجوم والرشاقه لكنزي محمد ابراهيم. مسجل منها الهجمة مع الجابون وتعدي. وادي السلمية، لا الدلع ده حلو قوي، حلو الكلام. فريدة طارق تمريرة ولا أجمل، وسلمى خضر ترجمة ولا أروع جوه الباسكت. ويستدعي هذا الكلام تايم أوت. سلمى مصطفى خضر بتعمل واحدة ثلاثية جوه الباسكت. حاول التمرير بتحاول تعمل كيك اوت لسلمى خضر على التصويت مرة أخرى. والله سلمى خضر واحدة ثلاثية جوه الباسكت. ميل الصالة تحت الباسكت، رد مرة تانية، وادي على طول ثلاثية من سلمى خضر. أو ثلاثية من سلمى لعيب نادي الصيد. دي كده الثلاثية الخامسة للفريق المصري. سلمى بتطلع الكورة لهنا. يا سلام يا هنا، كويسة مايا خلصت الموقف. سلمى خضر عدت سلمية. يا سلام يا سلمى، يا سلام يا سلمى، أصغر لعيب الفريق. سلمى 2006، هذا جيل هو جيل 2005 2006. تلم على طول سارة وسامة وتعدي. وادي تمريرة حلوة قوي. يا سلام على التمريرة، والله أسيست ولا أجمل من سارة وسامة، والترجمة الحقيقية من سلمى خضر جوه الباسكت. وعلى طول تلم الكرة من الباص، وعلى طول سريعة الكرة، وسلمى تسجل. السلسلة بتاعتها ماشية بشكل كويس جدا، سريع نقل الملعب وانتهت بباسكت للفريق المصري. ادي على طول اهو شفت النقلة الأخيرة هي اتعملت، وبتلم سلمى خضر وتعدي. يا سلام على التمريرة جوه الباسكت، جوه الباسكت، تمريره ولا اجمل من سلمى خضر برؤيه عاليه. جودي وائل ترجمها، بص بتشجعها برؤيه عاليه، بتشجعها. وجودي على طول الترجمه الحقيقيه جوه الباسكت.
دفاع قوي جدا وشانو خالد سعيد فصل ليه سريعه ويا سلام تحت الوسط يا سلام يا هنا سلمى ودخله سلمى يا هنا تحت الوسط مستريحه بتسجل نقطتين ثلاثه بريسكولار سلمى الناحية الثانية الكمزي وتصويبة ثلاثية وتصويبة بتنجح في التسجيل ودخلة سلمى خضر دخلة سلمى خضر وخطأ شخص ونقطتين ورجع الكرة إضافية بصوا حضراتكم بصوا حضراتكم الانطلاق والدخول وبتفكرنا كده بالزمن الجميل بالكابتن مصطفى فريد السلم كرة سلمى سلمى طلع للطيب سجل على طول والبط تاخد رمية اضافي ايوه هي طالعه اللعيبه جيسيكي عامل معاها فاب بريس كورال بنصوب اي حاجه بعيد عن الحلقه الكوره على طول سلمى خدمه يا سلام يا سلمى العلقه طويله يا سلام يا سلمى بقول لحضراتكم سلمى مصطفى خضر بيفكرنا بالزمن الجميل يعني في كده ايه في شغل معاها حلو قوي يا سلمى ايوه كده سلمى مصطفى خضر يبدو كده الخلاص اللي كان سيد في بدايه اللقاء بدا الاهداف بداوا يفكوا شويه واجي على طول مسجل بص الاعاده يا سلام اهي سلمى خضر وتطلع لجودي سلمية جوه الباسكت ايزي وادي بلوك حلو قوي من سلمى خضر بين من لقاء تاني وادي كرة واتخطفت وسلمى خضر برافو سلمى عملت دفاع كمان كويس قدرت تخطف الكرة 37-8 وقدرت تاخد الكرة خدت الكرة وقعت منها راحت سلمى خضر سلمى سلمية جوه الباسكت ويصبح لها رمية حرة إضافية 111-38 دقيقتين متبقيين على نهاية المباراة يا سلام